Israel has a genocidal intent against the Palestinians in Gaza. They are also at immediate risk of death, the destruction of Palestinian towns, the insufficient aid. تريد من خلالها جنوب أفريقيا أولاً على المدى القصير تحقيق هدف استصدار قرار أو تدابير عاجلة بإيقاف الحرب وفسح المجال للمساعدات الإنسانية بشكل أوسع. المدى الأبعد هو جر إسرائيل إلى معركة أخلاقية وسياسية كبيرة من خلال جوهر القضية، علماً أن جنوب أفريقيا لها تاريخ تقليدياً تقف مواقف منتقدة لإسرائيل. إسرائيل تدرك أن هذه القضية حساسة جداً وتمس أحد الأسس التي قام عليها عضويتها في هذه المحكمة، التي قامت أصلاً اتفاقية الإبادة الجماعية على خلفية أعمال إبادة جماعية وعلى خلفية قضية الهولوكوست، ولذلك رصدت استراتيجية كبيرة لمواجهة الدعوة، وضمنها ستدافع على فكرة أن جيشها اضطر لخوض العمليات العسكرية في غزة رداً على هجوم حماس. ستنظر في القضية وذلك في مستويين. المستوى الأول، هل ستقر هل هي منوط بها هذا النوع من الدعاوى أم لا؟ وثانيا أنها ستدرس إمكانية إصدار قرار عاجل أو تدابير مؤقتة لإيقاف الحرب والسماح بمساعدات إنسانية أكبر، وعلى مدى أبعد سيكون النظر في القضية في الجوهر، وجوهر هذا الصراع سيتجاوز أو هذه المعركة سيتجاوز البعد القانوني ليشمل أبعاد أخرى في العلاقات الدولية، لأن التوازنات في محكمة العدل الدولية تتيح مجال كبير للتجاذبات.